الست دي أمي شقيانة طول عمرها ما شالتش غير همي وأنا آخر صبرها. الست دي أمي شقيانة طول عمرها ما شالتش غير همي وأنا آخر صبرها. طول عمري متربي في خيرها هي الوحيدة ما فيش غيرها الجنة تحت أقدامها وأنا لو هعيش خدامها مش هوفي أجرها. الست دي أمي الست دي أمي أمي شقيانة طول عمرها مشالتش غير همي وأنا آخر صبرها. طول عمري متربي في خيرها هي الوحيدة ما فيش غيرها الجنة تحت أقدامها وأنا لو هعيش خدامها مش هوفي أجرها. الست دي أمي. هل كانت تلك الفتاة الصغيرة التي لم تتجاوز 18 سنة والمولودة في الإسكندرية هل كانت تتصور أنها ستكون نجمة هذه الحلقة وبطلتها؟ اسمها فاطمة حسين، مواليد الإسكندرية وعاشت في محرم بيه وأنجبت 3 بنات. البنت الأولى الكبرى هي ليلى وهي مهندسة ديكور، والصغرى خريجة أداب قسم تاريخ. طبعا بعض المشاهدين بيتساءل إزاي الأولى وبعدين والصغرى، أمال اللي في النص ما قلتهاش ليه؟ لأن الوسطى هي ضيفتنا النهاردة، وبرغم أنها نجمة كبيرة وفنانة قديرة لها حضور كبير جدا إلا أنها لأول مرة ستتوارى ولن تضع اسمها أول اسم ولن يعني تطلب دائما دور البطولة المطلقة، لأنها النهاردة هتكون في الخلفية لتقدم لنا نجمة بحق في حياتها وهي فاطمة حسين أمها اللي هتتكلم عنها النهاردة بكل صدق وكل حب. يسعدنا أن تكون ضيفتنا هي الفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد. أهلا بك. فاطمة حسين تمثل إيه بالنسبة لك؟ تمثل أمي و... و يعني صدر الحنين، المكان اللي أروح له وأنا سايبة إيديا زي ما بيقولوا، الإحساس اللي ما بيكذبش أبدا، الحضن اللي مهما بعدت عنه لازم أرجع له في النهاية عشان ألاقي الأمان. الست دي أمي. 3 بنات، يعني المرأة أغلبية في البيت، يعني الأم وثلاث بنات، ده بالتأكيد كان بيجعل الرجل له يعني الأب يعني له حضور أكبر وله يعني دور كبير جدا في البيت والتفاف بيخلي يعني هارون الرشيد زي ما بيقولوا يعني. فهل دور الأب اللي هو في بيت حضرتك وفي بداية حياتك هل كان بينتقص شوية من دور الأم؟ هل حسيتوا أن أنتوا كلكم ملمومين حوالين الأب أكتر من التفافكم حوالين الأم؟ هو يمكن لأنه كان واخد دور الصديق أكتر ومصدرها هي للأدوار الصعبة، فعشان كده إحنا كنا أولا بنهابه جدا جدا، كنا بنحبه جدا جدا وبنحترمه قوي، وكان هو يعني نخاف جدا إذا عملنا حاجة، هي دايما كانت تقول هقول لباباك، يعني كلمة هقول لبابا دي يعني تعتبر العقاب الفظيع، ونفضل نتحايل طول النهار عليها عشان ما تقولش لبابا. فهي كانت عاملة يعني هما الظاهر كانوا مقسمين الأدوار، هي عاملة دور يعني اللي هو بيتحمل كل الايه، انها اللي تبدو قاسية، اللي تبدو انها هي اللي بتعاقب، هي اللي بتزعق لنا، هي اللي، لكن هو كان واخد الدور اللي ايه زي ما بيقولوا الجاهز، زي يعني في النهاية هو بيوصل
وبنحس انه هو الصديق، هو الحبيب، هو اللي بيفسحنا. لكن لما المسائل تتأزم جدا هي بتضطر انها يعني تلجأ له، ما بتلجألوش الا في الصعب قوي يعني. فكانوا الحقيقة يعني موزعين الأدوار بينهم، وكانت مسألة إن إحنا بنات دي كانت مسألة يعني في البيت عاملة مشكلة. ليه؟ لأن هي كانت خايفة جداً، لأن إحنا بنات خايفة علينا جداً، هو نفس الشيء بس مش مبين إنه خايف. هي بتنفذ الحكاية دي. يعني أنا أتذكر مثلاً لما كنا في المدرسة، وهي كانت المدارس طبعاً جنب البيت دايماً، كنا ساكنين في شبرا هنا لما جينا مصر. احنا طبعاً احنا من اسكندرية ومواليد اسكندرية، وبابا اتنقل مصر هنا وسكننا في شبرا. كانت شبرا يعني في الفترة دي يعني حي هادئ ولذيذ وكده. فكانت المدرسة جنب البيت، وفي مواعيد، يعني بديك مثل لماما، فكان في مواعيد مثلا انا المفروض البطل بيضرب الجرس الساعه 1:30، 1:30 و5 اذا ما كناش في البيت نلاقي ماما على الباب، على باب المدرسه. يعني شوف قد ايه الخوف يعني والحرص الشديد. مساله برضو المذاكره دي كانت مساله بالنسبه لها يعني هي اهم شيء في حياتها، ان احنا نقعد نذاكر عشان ننجح مدرسه مساله المدرسين. شوف درجة الحرص الفظيع علينا، وإن إحنا مسألة إن إحنا بنات. كان عندنا أوضة الصالون اللي بيجي فيها المدرس كان لها شباك على البلكونة، فكانت تقف في البلكونة تبص علينا من الشباك ده من غير المدرس ما تشوفنا، من كتر الرعب تشوف هو بيعمل إيه، يعني بيدينا درس إزاي، بيدينا كويس ولا بيديناش، هو شخص كويس ولا مش كويس. يعني إلى هذه الدرجة إحنا محور حياتها. يعني الست دي أمي. الابنة الوسطى، حضرتك كنت الابنة الوسطى، وفي عقدة في علم النفس مع عقدة الابن الأوسط، ومع ذلك فالابنة الوسطى هي التي صارت نجمة هذه العائلة. فالعايز أعرف، هل كان في تفريق؟ هل كان في البكرية ليها وضع وآخر العنقود ليها وضع، وانت في الوسط بين الاثنين؟ الحقيقة كانت الحكاية دي عاملة لي أزمة نفسية، فأنا كنت حاسة بشوية اضطهاد. ليه؟ لأنه مثلا لما يميزوا الكبيرة شوية فيقولوا لي، فأنا أعترض يعني إزاي وأنا عايزة زيها وبتاع، يقول معلش معايا الكبيرة. أما جات الصغيرة وتبتدي الصغيرة تتميز شوية أو تعمل لي حاجة، تعملي عقلك بعقلها بقى، دي صغيرة يعني. فكنت حاسة بحتة انه في تمييز، مع انه هو ما كانش في تمييز ولا حاجه، لكن انا كنت حاسه الاحساس ده، وبالتالي كنت شويه داخله جوه نفسي شويه. يمكن مش انطواء بالكامل، لكن كنت خجوله جدا جدا، ما كنتش بعرف اعبر عن نفسي، يعني بعكس خالص التوجه اللي انا توجهت له. يعني ما كنتش يعني حتى لما جينا ضيوف ما كنتش عارف اقعد معاهم اطلاقا واقعد اتكلم كده وبتاع خالص، حتى لو اجبرت ان انا اقعد ابقى صامته طول الوقت. فمساله برضو انه ماما كانت حاسه بمراره فظيعه جدا انها ما جابتش ولد. يعني المساله دي كانت عامله أزمة نفسية كبيرة عندها في البيت، إنها ما جابتش ولد، وإنه كانت تتمنى إن كل واحدة فينا تبقى ولد يعني. فالحتة دي برضو كانت محسساني بإنه يعني الله، طب ما أنا برضو كويسة يعني. هل كان الأب بيفكرها أحيانا إنه كان نفسه في ولد؟ طبعا. مسألة برضو حتة العدم إنه ما كانش عنده ولد دي، إنه ما أنجبش ولد، برضو كانت عاملة له غصة فظيعة جدا، لإنه هو كان نفسه يعني اسمه يستمر، لانه الولد هو اللي بيخلي اسم العيله واسم الاب يستمر. لان الولد ده هيجيب ولد، هيجيب ولاد والعيله تفضل. فبابا كان عنده غصه فظيعه جدا ان هو اسمه مش هيستمر. ويمكن ده في العقل الباطن بالنسبه لي اللي خلاني توجهت لمساله الفن.
او لمجال يمكن انا ما اقدرش اجزم بده لكن يمكن اسمه موجود لانه انا كانت الحته دي زعلاني قوي برضو انه انا مش قادره احقق لبابا انه اسمه يفضل يعني موجود. طيب في وسط يعني هارون الرشيد المحاط بكل المحبات من زوجته ووالدة حضرتك ومن بناته ليلى وفردوس ومنى، يرحل هذا هارون الرشيد الوحيد، يرحل الولد الوحيد زي ما كانوا نفسكم في ولد وكل واحد نفسه يبقى ولد عشان يرضيه، يرحل هذا الولد الوحيد فجأة ويترك الحياة خاوية معه. أنا عايز أعرف موقف السيدة فاطمة حسين والدتك من هذه اللحظة اللي بعتقد أنها لحظة لا تنسى في حياة هذه الأسرة. يعني ده صحيح لأنه كانت هذه اللحظة بمثابة الزلزال في حياتنا كلنا. يعني أنا أفتكر أن أنا جالي انهيار عصبي، ده انهيار عصبي بالمعنى الطبي يعني، وقعدت 4 أشهر مريضة يعني لما بابا توفى، وهو لأنه هو توفى في يعني نتيجة لأنه عمل عملية وتوفى فيها. يعني ما كانش لأنه مات صغير قوي حوالي 55 سنة. ماما يعني بالرغم من أنها تهزت اهتزاز فظيع جدا لأنه هو السند، هو كان بالنسبة لنا السند، وهو زي ما يكون عماد البيت. هي كانت دايما تقول باباكو ده عماد البيت. لما عماد البيت ده راح هي حصل هزة فظيعة جدا في البيت، لكن لأن ماما كانت شخصية قوية قوي وما زالت، يعني هي طبعا مريضة دلوقتي يعني ربنا يديها، ربنا يخليها ويديها طول العمر، لكن هي كانت يعني قدرت تلم الموقف بسرعة وقدرت تقف على رجليها وتوقفنا احنا كمان على رجلينا، وأصبحت هي الأم والأب في لحظة واحدة لما توفى بابا. وهي بتتمتع بقوة شخصية عظيمة جدا وفي نفس الوقت بحنان طاغي وبحساسية وحدس فظيع فظيع أنا ما شفتوش في إنسان قبل كده. لأنه ماما دي لما تقول لي لا بلاش، يعني الموضوع ده بلاش، لما تقول لي بلاش اعرف ان الموضوع ده مش هيكمل او ان هو موضوع مش كويس او انه هيحصل ضرر بالنسبه لي. يعني على المدى الطويل بيتاكد لي 1,000,000% ان ماما كانت يعني صحيحه، احساسها صحيح 100%. عجيبه يعني، حقيقي عجيبه. لما تقول لي لا الموضوع ده كويس امشي فيه، اعرف على طول من وانا مغمضه كده ان انا لازم امشي في الموضوع ده. يعني ما فهمش، مش عارفة، أنا مش حقدر أقول لك إن هي عندها خبرة كبيرة، لكن حقدر أقول لك إنها عندها إحساس طاغي. يعني الست دي أمي. كيف استطاعت هذه المرأة أن تواجه غياب هذا الرجل بالنسبة للبنات اللي في البيت؟ يعني مين بقى الراجل اللي وقف جواها ده وخلاها تقوم تأخذ الموقف بهذه القوة وهذه الصلابة؟ التفاصيل الحكاية، يعني هل هي عرفت مثلا الخبر جالها، ولا هي كانت معاه في المستشفى، ولا انت كنت؟ لا كنا كلنا في المستشفى وهي كانت بايتة معاه واحنا تقريبا، انا ما هو كان حصل بالليل وانا تقريبا شبه عرفت، بس ما حبيتش اقول لنفسي انه ده حصل، يعني استعبطت على نفسي. فطبعا حصل لي انهيار وخدوني على البيت وبتاعه، وهي فضلت وقفت طبعا معاه وحصل وكده. جت لقت انه المسائل هتنهار تماما يعني، فراحت واقفه بسرعه ومتماسكه بسرعه، وزي ما بيقولوا ايه، لمت الموقف، لمته. وهي انسانه قويه قويه جدا وعلمتنا القوه. يعني اذا كان الواحد بيتمتع ببعض قوه الشخصيه فده من ماما. أمي قويتي الشخصية جدا، تتحمل المسؤولية بشكل يعني موثوق بيها جدا في تحمل المسؤولية، لدرجة أن حتى في حياة بابا هو مر بأزمات في حياته، كانت بتقف جنبه حتى على المستوى الاقتصادي، يعني كانت بتقف جنبه وتشور عليه
يمكن بعض المشورة كانت هي أصح بكتير منه، لأنها شخصية صحية، شخصية قوية، شخصية زي ما بيقولوا فايتر، مقدامة يعني، بتقدر هي تحل مشاكل. هو كان شوية خجول، كان شوية يعني، وخجله ده كان بيحطه في مواقف كتير يعني ممكن ما يبقاش عايز يقفها، هي كانت بتقف بداله، كانت بتطلعه من أزمات كتير، كانت بتساعده في إنه هو يطلع من أزمات كتير. ست زي ما بيقولوا ست راجل. الست دي أمي. يعني في أزمات كثيرة جدا بنمر بيها، لكن في أزمات موقعة بإمضاء الأم، ما يطرحش غير للأم، يعني الطبيب المتخصص فيها الأم. ما هي الأزمة اللي رحت فيها للسيدة فاطمة حسين والدتك وقلتي مش هروح لمخلوق غير لدي، ورحت رايحة لها؟ كل الأزمات يعني أقدر أقول لك إن أنا ماليش سند غيرها. مش بقدرش أقول لك إن أنا ليا أصدقاء، يعني صداقاتي قليلة جدا، لكن أمي صديقتي جدا. لا ما أكون أنا مش عايزة يعني يبدو المسائل مأساوية، لكن حقيقي أنا ساعات يعني ساعات بتحط في مواقف صعبة، وساعات يعني أزمتي دي ساعات تطلع عليها، يعني هي الوحيدة اللي بتتحملني، وأنا بقول لها بقول لها أنا بحبك جدا، أنا ما أقصدش أزعلك أبدا، أنت أهم شخصية في حياتي، أنت حضني الوحيد، ساعات خصوصا طبعا هي ما عيت في السنوات الأخيرة، ساعات هي تتخيل لما أكون أنا يعني عندي شغلة أو إن أنا عندي أزمة نفسية، عندي مشكلة، عندي بتاع، فبحب أسكت يعني ما بكلمش كتير، فهي بتتخيل في بعض الأحيان إن أنا بتجنبها أو إن أنا زعلانة منها، أو فالحكاية دي بتضايقها جدا. أنا ببقاش بقصد خالص، مش بتبقى هي المقصودة نهائي، يعني أنا ببقى داخلة جوه نفسي لأني بفكر أطلع من المشكلة دي إزاي. هي ساعات بتزعل، بتهيأ لها إن أنا يعني زعلانة منها أو بتجنبها أو كده، فبقول لها لأ، يعني أنا بحبك جدا، ربنا يخليكي ليا. دي أمي شقيانة طول عمرها، ما شالتش غير همي ولا آخر صبرها. الست دي أمي شقيانة طول عمرها، ما شالتش غير همي ولا آخر صبرها. مدام فردوس، يعني أنا عايز أفكر بشكل عملي أكثر معاكي. إيه اللي أنتي حاسة إن أنتي ما عملتهوش لماما وكان لازم تعمليه بمنتهى الصراحة؟ هي عملت كل شيء، واضح من كلامك إن هي وقفت أب، وقفت مع الأب، وقفت في كل المواقف وفي كل الأزمات، وكل أزمة بتمر بيها كنت بحلها جري عليها. إيه الشيء اللي كان نفسك تعمليه؟
هقول لك انا اصل عشان انا شخصيتي مش من نوع اللي اقول كلام حلو كتير، يعني ما اعرفش اقول في يعني بعض الناس يا حبيبتي يا روحي ما اعرفش اعبر، انا ما اعرفش اعبر عن مشاعري، اتكسف يعني بتكسف. فانا الحقيقه اقدر اقول ان انا ما بعبرش عن مشاعري تجاه امي. يمكن انت فجرت هذه المشاعر دلوقتي يعني في البرنامج، لكن انا بتكسف اعبر عن مشاعري، فيمكن هو ده اللي انا مقصره فيه. وبقول لها حتى لو ما عبرتش عن مشاعري قدامك لكن انا بحبك وحاسه قد ايه انت تعبتي عشاننا، حاسه قد ايه انت سند ليا، ربنا يديك الصحه وما يحرمنيش منك ابدا. الست دي امي بكل صراحه كده بتشوفيها كل قد ايه؟ لا امي في الفتره الاخيره تقريبا لانها بقى لها 3 سنين مريضه، فبتعيش عندي يعني تقريبا عايشة عندي وعند أختي الكبيرة يعني بتروح كده كنوع من التغيير يعني، بس هي بتقعد عندي مثلا 6 شهور أو 4 شهور وتروح عند أختي برضو 3-4 شهور كده يعني، بنحاول إن نغير لها عشان ما تزهقش يعني، لكن أنا بشوفها دايما. كيف يراها الأستاذ محمد فاضل؟ حماته؟ لا خالص، ده هي يمكن بتحبه يعني بتحب حب شديد جدا، كأنه هي بتعتبر ان هو ابنها يعني، هو بالتحديد بتحبه جدا جدا، وبتقول ده ابني اللي انا ما جبتوش حقيقي، بتحبه خالص، وهو اصله حنون قوي رقيق قوي معاها، فعشان كده في علاقة جميلة جدا بينهم يعني. الفنانة القديرة والكبيرة والمحبوبة الأستاذة فردوسة عبد الحميد، سعدنا جدا بحلقة بطلتها ما اسمهاش فردوسة عبد الحميد، اسمها فاطمة حسين. فهل سعدت بحلقة بتتكلمي فيها كلها عن واحدة تانية غير نفسك؟ لا، ما هي أمي نفسي. الست دي أمي. الست دي أمي، شقيانة طول عمرها ما شالتش غير همي والآخر صبرها. الست دي أمي، شقيانة طول عمرها ما شالتش غير همي وأنا آخر صبرها. طول عمري متربي في خيرها، هي الوحيدة ما فيش غيرها، الجنة تحت أقدامها وأنا لو هعيش خدامها مش هوفي أجرها. الست دي أمي، الست دي أمي، أمي شقيانة طول عمرها مشالتش غير همي وأنا آخر صبرها. طول عمري متربي في خيرها، هي الوحيدة ما فيش غيرها، الجنة تحت أقدامها وأنا لو هعيش خدامها مش هوفي أجرها.